أسرة فقيرة تخرج فطرة رمضان إما من المال أو من الأرز الذي يتصدق به الناس عليهم، وليس لهم مال يكتسبونه. هل هذا العمل صحيح وجائز؟ وإذا كان غير جائز، فما الذي عليهم تجاه السنين التي مضت؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس أن يخرج الإنسان صدقة الفطر مما تصدق به عليه، الحمد لله، إذا كان محتاجا، إذا كان أخذه للصدقة جائزا لحاجته وفقره فلا بأس أن يخرج زكاة الفطر مما تصدق به عليه من الطعام. أما النقود فلا يجوز ولا يجزئ إخراجها عن صدقة الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطعام في صدقة الفطر وحدده بالصاع، دل على أنه لا يجزئ غير الطعام، وأن النقود لا تجزي عن صدقة الفطر. نعم.